هوية بريس. احنا عامين هادي وتنعاميو عايشين عبد الكريدي من عبد نشدوا العلف عبد الكريدي من عبد مالي البيع والشراء ونطلبوا الله يحضر البركة للجميع. الأثمنة ديال الخرفان السوق هاد العام غتكون مرتفعة أكثر من 50%. شنو الأسباب اللي غيخليكم أنتم كتستافدوا تزيدوا في الأسعار؟ احنا ماشي اللي تنزيدوا في الاسعار ودابا الاسباب قبل السوق طالع طلب والعرض اذا كان العرض قليل والطلب كثير تيطلع السوق تبي احنا على السوق كاين العلف والمازوط وكرات اخرى ما كاينش الدوله ما تتعاونش الكسابه تبع حاجه والو اش خايش الدول الشعير عندك 500 راس اش بغيت ديري بهم ما قاديش هذا العام غنسولك جوبني بصراحه الخرفان اللي كانوا دايرين 2500 درهم في السوق اللي داز هاد العام شحال نشريوه ان شاء الله؟ دايرين 5000 درهم ولا لقيتيهم؟ يعني الدرويش هاد العام الدرويش كله يعيد على الاستطاعه ديالو. الدرويش شوف عنده السوير حاف هاد العام الحولي ديال 2000 درهم قداش غيكون ان شاء الله؟ ديال ما كاينش ديال 2000 درهم صافي ما كاينش شحال هوية بريس.